رسوم الكاريكاتير التي عرضت في بداية الحلقة هي بريشة الشابة المصرية دعاء العدل. في هذه الحلقة التي تتناول التحرش اخترنا أن نخصص المرأة المصرية نظراً لعدة عوامل أبرزها أن حوادث التحرش والاعتداء الجنسي تصاعدت بشكل مخيف في المجتمع المصري وفق مراقبين وجمعيات حقوقية، وأيضاً لأن النساء المصريات بدأن يخرجن عن صمتهن في هذه القضية ويضعن السلطات والمجتمع أمام المسؤولية المشتركة لإيجاد حل لهذه الآفة. أبدأ من كوريا الجنوبية عبر سكايب المدونة والناشطة المصرية سارة عزام. أهلا بك يا سارة، لديك تجربة مؤلمة في موضوع التحرش، تعرضت لعدة مواقف أثرت كثيرا عليك، أخبرينا قصتك مع التحرش. أهلا بك. أنا طبعا مستقلة، يعني بخرج وبشتغل وعايشة لوحدي تماما، يمكن من 2014، من سنة 2014، وبسبب احتكاكي مع المجتمع طبعا واجهت مواقف تحرش كتير. أنا الحقيقة ما أقدرش أتذكر عددها يعني، لكن كان أكتر موقف يمكن فاكراه التفاصيل لغاية دلوقتي كأنه بيحصل طول الوقت، يعني لما تعرضت للتحرش أول مرة في المواصلات العامة وكنت منتقبة وحامل. أنا من أسرة كنت منقبة وحامل وتعرضت للتحرش. بالضبط، أنا من أسرة سلفية بتقول إن يعني النقاب بيحمي البنت وهكذا، فكنت لابسة النقاب من لما كنت طفلة، يعني من وقت كان عندي 11 سنة لغاية ما كان عندي تقريبا لغاية ما كان عندي 19 سنة أو 18 سنة. في الفترة دي ما كنت دايما بتحرك معها شخص كبير، شخص من أهلي، لكن لما بدأت أتحرك بمفردي يعني في المواصلات العامة وحصل أول موقف ده، كنت راكبة ميكروباص ولقيت شخص بيحاول يلمس صدري وأنا كنت في حالة صدمة الحقيقة، يعني أنا لابسة نقاب وحامل في الشهر الثامن وما فيش أي شيء يدعو للتحرش بي أبدا أبدا. على أي حال ليس أي هناك ليس شيء يدعو للتحرش. وقفت يعني يا سارة، حتى لو كنت يعني بالمايو طيب دعيني أذهب إلى الإسكندرية في مصر، سأعود يعني إليك سارة بعد قليل. دعيني فقط أسأل من مصر الصحفية والناشطة النسوية ألاء الكسباني. أهلا بك يا ألاء. ألاء، أنت كتبت مقالة عنوانها التحرش والاغتصاب في مصر رعب نعيشه كل يوم، قلت في بداية هذا النص لن يكون في كلامي أي مبالغة إذا قلت ليس هناك امرأة في مصر لم تتعرض للتحرش. سأبدأ معك من الشخصي قبل أن ننطلق إلى العام. أنت كشابة مصرية كيف تصفين اليوم يعني يومياتك في الفضاء العام؟ هل كنت ضحية اعتداءات أو تحرشات أيضا؟ للأسف كتير جدا حوادث حصلت لي من وقت ما كنت حتى صغيرة ومش فاهمة يعني إيه تحرش. كنت ساعتها عندي تقريبا 10 سنين ومروحة من المدرسة، وفجأة يعني أنا مروحة من المدرسة بضفاير وبيونيفورم المدرسة، مفيش أي حاجة من أي نوع من الإغراء، وفجأة لقيت واحد جاي ماشي ورايا بيمد بسرعة جدا، فأنا خفت افتكرته هيسرق مني حاجة مثلا أو هياخد الشنطة ويطلع يجري مع إن فيها كتب يعني. بس يعني الحس الأمني اللي جوايا خلاني إيه، طب أطلع على الرصيف ده ألاقيه طب جاي ورايا، طب أدخل المحل ده طب برضو داخل ورايا، فكنت حاسة أن أنا مرتبكة جدا ومش عارفة أتصرف. وبعدين وقفت كده للحظة لقيته يعني لمسني من ورا وبعدين طلع يجري. فساعتها أنا يعني بقيت متنحة جدا مش عارفة أن أنا طب أنا زعق ولا ما زعقش ولا أعمل إيه. وبعدين تاني يوم حكيت لزميلتي في المدرسة وقالت لي ده بيحصل كتير، ما تقوليش لمامتك علشان ممكن ما ترضاش تنزلك المدرسة تاني. طبعا يعني ثقافة الصمت منذ الصغر ان انا احكي بالظبط من 10 سنين، من 10 سنين كنا في ابتدائي او خلاص داخلين على الاعدادي يعني. رغم ان كان في مساحة كبيرة بيني وبين مامتي وما زال ان انا احكي لها، الا اني فعلا خفت وفعلا سكت، خفت انها ان انا اكون السبب او ان انا عملت حاجة معينة تخليه يتصرف كده، فبالتالي ماما ما تنزلنيش المدرسة تاني أو تقعدني من التعليم أو بقى الخرافات اللي وشيعت وقتها، لأن إيه مجموعات البنات ابتدت تفتح المواضيع بينها وبين نفسها وبدأوا يتكلموا عن إنه ده أنا ماما قالت لي أوعي تقولي لباباكي،
ده أنا ماما قالت لي اوعي تقولي لاخوكي. سأذهب إلى القاهرة مع المنسقة العامة لمبادرة شفت تحرش. هلا مصطفى، هلا أهلا بك، استمعت إلى ضيفاتنا وإلى الشهادات التي عرضناها. هل تبالغ آلاء حين قالت ليس هناك امرأة في المجتمع المصري لم تتعرض للتحرش؟ لا، في الحقيقة ما فيش أي مبالغة في كلام آلاء، ما فيش فعلا أي امرأة في المجتمع المصري لم تتعرض لشكل من أشكال التحرش، سواء في الشارع أو في مكان العمل أو في البيت أو في أي بأي شكل من الأشكال. طيب لماذا يعني لماذا في مصر هناك هذا التصاعد في هذه الآفة سيدتي؟ يعني هل هذا صحيح؟ يعني المراقبون يقولون أن مصر يعني هناك انفجار في آفة التحرش في مصر خاصة في السنوات الأخيرة، هل هذا صحيح من خلال عملكم؟ نعم هذا صحيح يعني جدا، أسبابه متشابكة الحقيقة جدا. نقدر نقول أن طبيعة تكوين المجتمع المصري مع وعلاقته بالسلطة فيها نوع من أنواع العنف، دائرة العنف زي ما بنقول، إن الأقوى بيقهر الأضعف أو بيستخدم قوته عليه. فسمة المجتمعات اللي زي كده بتبقى غالبا انتهاك المرأة والأشخاص اللي هم الأقليات، سواء أقليات دينية أو عرقية أو أيا كان نوعها يعني. فطبعا لأن التحرش في مصر والتحرش بشكل عام يعني مش المقصود به الاستفادة الجنسية في المقام الأول أو الدافع ليه دافع جنسي في المقام الأول، هو بيبقى شكل من أشكال التسيد أو فرض القوة أو فرض الوصاية أو كده. ساعد على كده وجود خطاب ديني بقى له كذا سنة، يعني هو منصب الدين دلوقتي بقى مرأة بس، الحقيقة ما فيش أي حاجة في الدين بنناقشها غير المرأة لبسها وتصرفاتها، وهتخش النار وهتتحرق في جهنم، كأن ربنا ما خلق ما عملش أي قواعد ولا حاجات في الدنيا غير على المرأة فقط يعني. زائد طبعا غياب قانون وغياب قانون فعال سنتحدث عن كل هذه حتى في حالة وجود قانون غياب إرادة. عفوا عن المقطع، سنتحدث عن كل هذه التفاصيل بعد قليل، ولكن دعيني فقط أرحب في الاستوديو بالمدونة والناشطة في مجال حقوق المرأة ومؤلفة كتاب مصر بدايات الحريات شاهيناز عبد السلام. أهلا بك يا شاهيناز. أنت مصرية مقيمة في باريس، وغالبا عندما نتحدث عن التحرش في المجتمعات العربية غالبا ما يقال لنا انظروا إلى ما يحدث في الغرب، التحرش موجود في كل مكان. أنت على الصعيد الشخصي هل تشعرين بالقلق عندما تسيرين مثلا في شوارع باريس لوحدك في الليل كما لو كنت في القاهرة مثلا؟ هو أكيد لا، يعني أكيد لا، بس هو أكيد برضو بس التحرش موجود في الغرب، بس طبعاً. ولكن يعني الغرب في قوانين، لكن لو هقارن طبعا بالقاهرة طبعاً. مستحيل القاهرة. لماذا؟ أنا كنت بنزل من البيت بخطط أنا همشي في أنه شارع وأخد بالي كويس قوي. إحنا بيتكون عندنا زي حاسة كده إن إحنا إيه، نبتدي بنركب زي جي بي اس في دماغنا، بنزل الشارع ابص كويس، ها الشارع ده فيه قهوه، فيه شويه ولاد واقفين على جنب، في حد جاي كده ممكن يبقى في احتمال انه هو يعمل حاجه، بنفضل طول الوقت ماشيين زجزاج نغير شوارع يعني. موضوع بشع اكيد طبعا في باريس، طبعا ما فيش الكلام ده، وانا سعيده ان انا يعني عندي لا فقط نحن يعني لكي لا نفهم بشكل خاطئ الفكره، هي فقط لنقول للمشاهدين اليوم ان التحرش افعى عالميه بالطبع، ولكن أكيد. اليوم نحن نضيء على المجتمع المصري، لان فعلا هناك العديد من يعني من الدراسات وحتى المقالات وحتى يعني الناشطين الذين يعتبرون اليوم ان الوضع في مصر اصبح خارج السيطرة. بس هو مش اليوم بس على فكره، لان احنا لو هنرجع شويه لورا، أول حادثة تحرش فظيعة حصلت وخدت يعني جزء كبير من الرأي العام كانت فتاة العتبة سنة 92. أنا كنت طفلة ساعتها، بس دي واحدة برضو كانت راحت تجيب لبس العيد في رمضان وتحرشوا بيها وهي داخلة الأوتوبيس واختصبوها بعد كده. وبصراحة الكوميديا يعني بالرغم أن هي خدت يعني الرأي العام اتكلم عنها وكل حاجة، أن في الآخر بعد سنتين تحقيقات الأربعة اللي اختصبوها خدوا براءة. فدي كانت مثلا حاجة طبعا افلات من العقاب طبعا ادى طبعا الموضوع في في تسامح كبير. هناك قصص كثيره نعم. لشابات ونساء مصريات يعانين من خوف كبير في الفضاء العام، يشعرن ان الشارع لم يعد مكانا امنا، انهن مهددات في اي لحظه لان يكون ضحيه لوحش بشري او لمتحرش. دعونا نستمع الى شهاده نورهان ثم نعود لنناقش تفاصيل. كنت لسه تقريبا في سنه اولى ابتدائي، كنت مروحه في باص المدرسه عادي، كان في واحد مفروض ان هو في الاكبر مني، كان في ثانوي ساعتها،
كلام بقى اللي هو انا كنت طفله ومش فاهمه حاجه، تعالي اقعدي جنبي، تعالي مش عارفه ايه الكلام ده. فانا مش فاهمه، انا كنت لسه اولى ابتدائي فطبعا مش مستوعبه في ايه. رحت اقعد عادي، بدا يلمس جسمي بشكل مقرف وانا برضو مش فاهمه في ايه. بس انا كان جوايا احساس ان انا في حاجه غلط، انا مش مرتاحه. ده اكتر موقف يمكن اثر في نفسيتي من زمان. ما حسيتش ان انا لو قلت هيحصل اي فرق، لان ماشي هحكي دلوقتي اخرها هتبقى مثلا هيدعي عليه، ربنا ينتقم منه الكلام ده، انا مش هرتاح برضو، مش هحس ان ده حقي. انا حقي ان الشخص ده كان يتعاقب. انا مره كنت نازله ونازله مبسوطه، وكان يوم عيد ميلادي ولابسه فستان وماشيه، جه استاذ ورايا المفروض ان هو شخص باين قوي محترم، قاعد يشرح لي تخيلاته الجنسيه معايا وانا ماشيه ومش عايزه اخد رد فعل، لان انا يعني مش عايزه ابوظ يومي. لكن الوضع يعني تطور ان هو كان هيمد ايده، رحت ضربه، راح مسكني من شعري وضربني وسحلني وشتمني، والناس تدخلت بتقول لي ما انت اللي غلطانه، حد يلبس فستان الساعه 7 الصبح؟ ما اعرفش، فساتين بقى ليها مواعيد تقريبا. ده غير التحرشات اللي وانا طفله كنت بتعرض لها، وكلام مقزز بسمعه وانا ماشيه. يعني الموضوع بقى وصل معايا ان انا بقيت معقده، انا ما بحبش انزل الشارع. يعني انت عندك كابتن جنسي، انا مالي؟ انت مش قادر تتجوز برضو، دي مش مشكلتي ان انت تيجي تطلع كابتك عليا. في فرق ما بين الحيوان والانسان. اتمنى ان بس القانون يقدر ياخد موقف اشد من كده شويه عشان نقدر ناخد جرأة اكتر. او سارة عزام، عندما تستمعين الى هذه القصص، ما يعني ما الذي، يعني لا اريد ان اسال عن الشعور، ولكن ما هي الافكار التي تراودك؟ اول فكره بتيجي في دماغي الحقيقه انه احنا هنموت قبل ما نشوف التغيير. يعني ممكن يحصل تغيير طفيف جدا، لكن مش في الجيل بتاعنا خالص. وانا سمعت يعني بسمع نورهان، والموضوع مؤذي جدا ان احنا نتخيل كبنات يعني ان التحرش الجنسي اللي بنتعرض له بيكون ناتج عن كبت جنسي او فقر وحد مش قادر يتجوز او هذا الكلام. لكن الحقيقة انه التحرش الجنسي في وجهة نظر يعني هي ممارسة عنف على الستات لإبعادهم تماما عن المجال العام، لإبعادهم عن العمل السياسي، ولإبعادهم عن منافسة الرجالة سواء رجال الدين أو رجال السياسة أو رجال الدولة. ولكن هناك تفصيل في مصر، هناك تفصيل غير بسيط في شهادة نورهان، وهو رد فعل المحيط والمارة في الشارع عندما تحصل حادثة الاعتداء على فتاة ما. يتم إلقاء اللوم عليها، لا أحد يقوم بمساعدتها. أريد أن أسأل من القاهرة هالة محمد مصطفى، كيف تفسرين هذا الأمر؟ يعني في السابق كان الناس يساعدون الضحية على الشارع، ضحية تحرش، ضحية سرقة، اليوم لا يساعدونها، يلومونها، كيف يفسر هذا الأمر؟ هي دي حاضنة اجتماعية لكل ما هو مسيء ومنتهك للمرأة. الحاضنة دي تم تغذيتها على مدار سنوات طويلة بخطاب ديني بيقول ان الست مسؤوله عن اي حاجه، مسؤوله عن اي حاجه في الدنيا، عن خروج ادم من الجنه، عن دخول الرجاله للنار، عن اي شيء سيء في الدنيا الستات هي المسؤوله عنه. زائد ان غالبا الشخص المنتهك لما بيلاقي حد بينتهك قدامه وبيحاول يدافع عن نفسه، فده بيحطه قدام مراية كده نفسية قدام نفسه، اشمعنى ده بينتهك وبيدافع عن نفسه؟ طب انا كده هبقى مطلوب مني ان انا دافع عن نفسي، فلا، فانا اقوم منتهكه اكتر عشان يبطل يدافع عن نفسه. يعني دائرة قاسية جدا، دائرة من الضحايا، ربما دائرة من الضحايا. سأسأل في الاستوديو هنا شاهيناز، هل تعتبرين اليوم أن في حالة مصر ربما أن المتحرش أيضا ربما قد يكون ضحية في مكان ما، فيمارس يعني القمع الذي يتعرض له في كمواطن في حياته اليومية على الفئة الأكثر هشاشة؟ هو أنا متفقة مع النظرية دي لحد كبير، فعلا في عنف من السلطة زي ما هالة قالت،
ضد المواطن وبالتالي هو بيطلع عنفه على الأضعف. بس كمان يعني هو فعلا التحرش، أنا ما هو لكبت جنسي ولا أي حاجة، هو فعلا برضو هو نوع من أنواع الراجل عايز يفرض هيمنته وسيطرته على المكان العام، هو مش عايز يشوف واحدة ست في الشارع. أنا سمعت ولاد بيقولوا هي إيه اللي نزلها الشارع؟ مش هي نزلت؟ طيب تاخد بقى. يعني هو مقتنع تماما ان هو شايفها ازاي خرجت، يعني الشارع ملك الرجل بمصر بده. بالظبط، هو ملكه، انت دخلتي فيه يبقى انت بقى انت اللي عايزه كده، فهنتحرش بيكي وهنستخدم عنف ضدك. طبعا برضو تاني الخطاب الديني بيحرض على العنف بطريقه بشعه، ومش بس دلوقتي ومش بس في القنوات. انا وانا عندي 14 سنه شيخ الجامع اللي كان قصادنا في اسكندريه كان بيقول حاجات، انا كنت بقعد اعيط ساعات وانا طفله، كنت بسمع حاجات بروح اقول يعني مثلا كان بيحكي حاجات اللي هو مثلا الحاجات المعروفه بقى، اضربوهم بس بشويش، هيتعلقوا في النار، يعني كلام اللي هو خطاب ديني احنا بنسمعه طبعا طول الوقت. بس انا كنت ساعات كنت بزعل وبروح ادور ايه ده، هو صح الكلام ده؟ وكنت للاسف بلاقيه صح او مكتوب يعني في مكان ما. فهو الخطاب الديني من زمان هذا يخرج عن مجال معرفتي انا شخصيا يعني، ولكن هذا للأسف. ألا مصر التي عرفناها في فترات غير بعيدة من التاريخ الحديث أكثر انفتاحا وأكثر تحررا، المرأة المصرية كانت مرتاحة أكثر في الفضاء العام على الأقل، هذا ما كنا نراه من خلال الأعمال الثقافية، السينما، المسلسلات، الأغنيات وكل ما إلى هنالك. ما الذي حصل برأيك بالتحديد؟ يعني هو يعني قبل ما أجاوب على سؤال حضرتك في حاجة أنا أحب أعلق عليها لو تسمحي لي، في شهادة أكيد. نورهان يعني حزت في نفسي موضوع انه هو لما هي يعني خدت رد فعل وضربته فهو ضربها، يعني المتحرش بيوصل معاه العنف، مش عشان بس نسبة ان العنف اللي بيحصل او التحرش اللي بيحصل ده مش كبت جنسي زي ما علقت الأستاذة من قبلي، وصلت معاه لدرجة الشعور بالاستحقاق اللي هو يعني انا من حقي ان اتحرش بيكي، ولو خدتي رد فعل ده انا كمان هعنفك، ده انا كمان هضربك، ده انا كمان هشتمك عشان بعد كده تتعلمي تاخدي الاساءه وانت ساكته. طب ما الذي جرى يعني في مصر؟ يعني احنا وصلنا للمرحله مصر فات الحمامه وام كلثوم وكل النساء الجميلات، ما الذي حصل في مصر؟ والله يعني انا بشوف صور امي في التخرج وصور جدتي حتى، والدفعات بتاعت البنات بيبقوا لابسين جوفات ولابسين تيورات وعلامات خالص كانها باري يعني مش القاهره، واقارن دلوقتي بالصوره اللي انا شايفاها يعني نقول مثلا 80% مننا محجبات او منقبات، وبرضو لسه بيحصل انواع من الانتهاك ما كانتش موجوده زمان، او يعني جدتي تقول لي انا ما كنتش اسمع عن ابدا ان في حاجه اسمها تحرش، لو واحد عاكس بنت شبان المنطقه هم اللي بيقوموا بالدفاع عنها مش بينضموا له. فبيتهيالي ده يعني وليد الخطاب الديني اللي انتشر في الوقت ده، من بعد ما كانت مصر منفتحة وعلامات خالص ابتدى الخطاب الديني يكره الناس في الستات. برضو زي ما ألاء قالت، هو في فعلا من فترة الثمانينات كان في خطاب ديني جالنا من منطقة الوهابية في الخليج، وفعلا دي الفترة المصريين فيها ابتدوا الستات ابتدت تلبس حجاب، ابتدى يبقى في فعلا سيطرة حتى على الإعلام من شركات إنتاج خليجية، ابتدى يبقى في الخطاب الديني ظهر المرأة بشكل مختلف ربما أيضا في 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 المسلسلات في الأفلام. أيوة اللي هو ما فيش بوس ما فيش مش عارفة إيه، في كان فعلا كان في بعض السينما النظيفة المسلسلات سارت قلتي شيئا ما لا أنا بقول مبدأ السينما النظيفة عفوا ما سمعت مزبوط إيه لا. طيب دعوني أعرض عليكن، فقط على تويتر سألنا برأيكم ما هو سبب تفاقم جرائم التحرش الجنسي في المجتمعات العربية، ومن أصل حوالي 650 شخص شاركوا في هذا الاستطلاع الغالبية قالت أن الخلل يكمن في القوانين، فيما اعتبر أكثر من 22% أن السبب هو ترسخ ثقافة الاغتصاب، أما الجزء الأخير أي أكثر من 21% من المستطلعين فقالوا أن لا وجود للتحرش في مجتمعهم. يعني اليوم هالة أريد أن أسأل، كيف تقرأين هذا النوع من الإنكار؟ يعني في الإنجليزية يسمى denial، هناك الكثير من المواطنين في المجتمعات العربية الذين يعتبرون أن التحرش يعني
غير موجود في محيطهم الاجتماعي أو في مجتمعهم، وأن هذا كله يعني دعايات. هو الخطاب ده عموما بيصدر من اتجاهين. اتجاه أصلا شايف أن التحرش، مفيش حاجة اسمها تحرش عشان هو دي تصرفات طبيعية، أن عادي أن احنا ننتهك المرأة بأي شكل من الأشكال، فأنتوا عاملين يعني عاملين مشكلة من إيه؟ أنتوا بتتكلموا في إيه؟ ما هو عادي يا جماعة، ما كل الناس بتتحرش، أنتوا بسميتوه تحرش إمتى؟ فاهمة قصدي؟ جزء تاني شايف أن الكلام عن الحاجات دي بيهد الدولة، بيهد المجتمع وقيم المجتمع، زي المبدأ بتاع إيه، بننظف من على الوش ونحط الوسخة تحت السجادة. فإحنا ما فيش داعي نتكلم عن الكلام ده، فيش داعي نتكلم عن التحرش، فيش داعي نتكلم عن الزبالة، ما فيش داعي نتكلم عن مش عارفة إيه، عشان منظرنا قدام العالم، أنتوا عايزين تهدوا البلد، أنتوا عايزين مش عارفة إيه. هو بس أنا رجوعا للنقطة السابقة اللي حضرتك كنت بتتناقشي فيها مع سارة وآلاء وشاهيناز، عن إيه اللي خلى المجتمع المصري بقى كده أو وصل لكده بعد ما كان عندنا أم كلثوم وفاتن حمامة، ده اقتباسا من كلام حضرتك. اتفضلي. هو الحقيقة المجتمع المصري وصل لهذه الحالة نتيجة سياسات متعمدة لإجهاله، لتجهيله ولإفقاره، نتيجة سياسات متعمدة تم ضخ مليارات من دول الخليج والسعودية تحديدا لتجهيل بدوانة هذا الشعب وتحويله إلى مجموعة من الهمج واللي ما بيفكروش في حاجة ولا بيكلموش في حاجة. في مليارات تم دفعها لنزع القوى الناعمة من مصر زي الفنانات والفن بشكل عام، الفن المصري اللي كان ما فيش في المنطقة غيره، تم دفع ملايين ومليارات الدولارات والجنيهات لتحجيب الفنانات المصريات لظهور مصطلح زي اللي قالته آلاء، السينما النظيفة، لتحريم كل ما هو كان عادي وطبيعي في مصر، لرفع صوت المد التيار الديني اللي ما بقاش بيتكلم في حاجة غير الستات فقط لا غير، كأن الحلال والحرام مش موجودين عند ربنا غير عند الستات. فقر وجهل وتحريم. نعم. أدى إن إحنا بالضبط كده، أدى إن إحنا سنة 2020 ولسه قاعدين بنتكلم هنعمل إيه وإزاي مصر بقت كده. طيب دعيني أسأل سارة عزام، سارة برأيك اليوم هل يكفي تعديل القوانين من أجل، يعني قلت منذ قليل لن نعيش لنرى التغيير أو يعني حنموت ومش حنشوف تغيير، ولكن بدأنا نرى في مصر أن هناك صرخات يعني تتحدى هذا الواقع، نساء بدأنا يفضحن المتحرشين، ربما أيضا تعديلات قليلة يعني ربما طفيفة ولكن تعديلات في القوانين. هل تعتبرين أن القانون هو الأساس أم أن هناك أمور أخرى يجب العمل عليها؟ أنا في رأيي إن في تغيير إيجابي بخصوص قضايا المرأة في مصر، لكن التغيير جاي من الستات، جاي من البنات، جاي من الضحايا، لكن مش جاي من الدولة. الدولة خلعت إيديها تماماً من قضايا الستات. الجهات التنفيذية والجهات التشريعية مسيطر عليها الرجالة بالكامل، بيتم إقصاء الستات من العمل السياسي، وبالتالي مش هيقدروا مثلا يوصلوا لرئاسة حزب سياسي أو يوصلوا للترشح في البرلمان المصري مثلا، فهيتحرموا من الأعاد أو تمثيل. التواجد في صنع القرارات. فالقرارات كلها بيصنعها رجالة، والتشريعات نفسها بيصنعها رجالة، وفي النهاية الجهة التنفيذية اللي هي أكتر من 90% منها رجالة وبينفذ الأحكام دي رجالة. هل إحنا ما عندناش قانون للتحرش؟ عندنا قوانين للتحرش والاغتصاب، وعندنا القوانين دي لا فيها طبعا فيها عوار كبير جدا ضد الستات، لكن القوانين موجودة. الجهات التنفيذية والدولة المصرية بكل حكومتها بكل القائمين عليها مش مهتمين أصلا بقضايا الستات، مش مهتمين بتبني قضايا الستات. تتحدثين إذن عن, 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 عن ربما سلطة ذكورية هي يعني التي تقرر مصير أيضا قضايا تتعلق بالمرأة. سأسأل عن هذا الموضوع هنا في استوديو شاهيناز عن شكل الدولة. احنا شفنا مؤخرا، معلش أنا لازم يعني عايزة أتكلم عن الحتة دي، إن الدولة قبضت على تقريبا 9 بنات عشان بيستخدموا تيك توك ان هم بس بيغنوا ولا بيرقصوا، وحطوهم في السجن واتهموهم بتهمة الاعتداء على لكن الدولة المصرية. ايضا في المقابل قبضت على المتحرشين تبلغ عنهم. الحالة بتاعت اللي هو الولد الاخراني بسام دي هي تعتبر عشان ده من طبقة هي اصلا اللي بتحكم
مصر. يعني هو في حاجة دي أنا شايفاها حالة استثنائية جدا وأنا مش متخيلة إن هي هتتكرر تاني. يعني هي خدت طبعا بعد كبير جدا لأن الناس اللي فيها كلهم من طبقة يعني لها علاقة بنظام الحكم وكانت فضيحة فعلا، فكان لازم يعملوا المنظر ده اللي هو منظر فعلا اللي أنا معرفش بعد كده هيروح فين. يعني أنت تعتبرين أن الدولة ليست جدية في مسألة؟ لا لا خالص، ما فيش أي جدية. ما هي سايبة، ما هي قبضت على بناتها، استخدمت عنف ضدهم عشان مجرد أن هم ظهروا بحاجة، هم قالوا أن ظهورهم بالملابس دي أو بالشكل ده مخالف للقيم الأسرة المصرية وقبضوا عليهم. ده عنف ضد النساء، الدولة بتمارس العنف ضد النساء. هناك سؤال يطرح للأسف يعني، وهو يطرح سأطرحه على ألاء اليوم يا ألاء. يعني في الناحية الإيجابية نعم هناك كسر لحاجز للصمت الموجود حول هذا الموضوع، ولكن أيضا برأيك ألا تتحمل الضحية جزءا من مسؤولية عدم تغير الواقع بسبب الصمت؟ يعني المرأة إلى حد ما أو الضحية يجب أن تنتفض في مكان ما، ألا تتحمل جزءا من هذه المسؤولية أم أنه من الظلم أن نقول ذلك؟ لا أنا شايفة طبعا أنه من الظلم جدا أن احنا نحمل الضحية مسؤولية الصمت دي. يعني مثلا أستاذة سارة مثلا كانت تتكلم على أن الدولة بتمارس العنف ضد الستات. طب احنا عندنا مثلا المجتمع المدني نفسه اللي هو لا دولة هو ولا سلطة ولا ليه علاقة بأي سلطة من أي نوع بيمارس برضو العنف ضد الستات. ما هو لو واحدة اتكلمت في دوائر المجتمع المدني وقالت فلان صاحب جريدة دار النشر اللي مش عارف كذا، ولا فلان اللي بيدعم الثورة والثوار وقائد حمى الديار المصرية ما اتحرش بيا، ما الناس بتغلطها وبتسكتها برضو. نعم. يعني الناس بتمارس العنف على الست بشكل عام سواء كان ليهم سلطة عليها أو لا. بشكل عام الرجالة كلهم بلا استثناء في مصر، أو بلاش بلا استثناء عشان ما بقاش بعرض الموقف بزيادة أو الناس بتتقمس وبتقول الغالبية وبلاش تقوله كله. والله جوزي قاعد جوه حزين برضو وأنا تطمنيته ليهم وهو محترم، فلا في ناس محترم. لا طبعا، لا أكيد، لا أكيد من دون أي شك طبعاً. لا من دون أي شك، ولكن نحن نحاول مقاربة الموضوع بشكل اجتماعي. يعني دعونا يعني نستمع.